وهي تتحرك باتجاه عمان، تعرف كثير من الالتواءات والحركات التكتونية. هذه مجموعة من السفن التي ترسبت في المحيط. طبعا عادة الطبقات تكون يعني بمستوى أفقي أو سطحي، لكن ترون هنا أنها طية، أصبحت طية، الصخور انطوت على بعضها البعض خلال عملية النقل. هذه في مشهورة جدا في وادي الجزي، اللي هي الحمم البركانية المتكونة في عمق المحيط. هذا ما معنى أنها كانت في براكين في عمان في تلك الفترة، لكن هذه الصخور تكونت في المحيط ثم حملت إلى عمان. هذه الحواجز النارية التي تكونت على الصدوع الموجودة في ذلك المحيط، مثل ما رأينا على المحيط الأطلنطي أو الأطلسي، حواجز نارية كانت تحمل الصخارة من باطن الأرض إلى سطحها. هذه ما يعرف ببلاك سموكرز، الدخان الأسود، يخرج مع على امتداد الصدوع الموجودة في المحيط، وتعيش فيه بكتيريا، أنواع من البكتيريا موجودة أيضا في عمان على هيئة حافير في وادي الغيزين في الخابور. في تلك الفترة كانت الحياة في البحار يعني متنوعة جدا جدا، وكائنات حية كثيرة. هذا صورة من الجبل الأخضر، طبقة في الجبل الأخضر مليئة جدا بأنواع مختلفة من الكائنات الحية، من ضمنها عظام الأسماك وحيوانات مختلفة أشكالها مثل الرصاصة كما ترون هنا. وهذه كلها عظمة سمكة على سبيل المثال، وفيها تجويف في الوسط، فربما تكون عظمة الظهر يقدر أنها تكون لعظمة سمكة قرش. طبعا السؤال اللي يتبادر عند أغلب الناس أو كل الناس، هل كان البحر يغطي الجبل الأخضر؟ الإجابة هي ما كان في جبل أخضر في ذلك الوقت. الجبل الأخضر ارتفع بعد ذلك، يعني كان البحر يغمر عمان، أرض عمان هي كانت سهل منبسط، ثم بعد ذلك ارتفع الجبل الأخضر وانحسر البحر مع مرور الوقت. من أشهر الحيوانات على الإطلاق حيوان الأمونايت، وفي أنواع منه مسمى على عمان مثل هذا. هذا نوع مكتشف من فترة في عمان، وهذا أيضا حيوان أمونايت المشهور. اسمه أمونايت نسبة إلى أمون اللي هو أحد الفراعنة المصريين، لأنه كان يرتدي مثل القرون، فسمي حيوان علي. طبعا أوروبا فيها عشرات الأساطير عن هذا الكائن، من ضمنها أنه كائن خسف به بسبب أن أحد القساوسة، يعني كانت أفاعي حاولت أن تعتدي على نوع من أنواع أحد القساوسة، فخسف الله بها وحولها إلى صخور ملتوية. فأوروبا أيضا مرت بكثير من الأساطير عن الأحافير، وفي وقت كان علماء المسلمين حقيقة يعني مثل ابن سينا والقاحط بالذات يكتشفون ويعني يفسرون كثير من الأحافير بتفسير علمي يعني غاية في العبقرية. إنزين، بما أنها كانت تقدم تفسيرات يعني سخيفة لكثير من الأحافير في أوروبا في القرون الوسطى، ما يعرف بالقرون الوسطى. حيوان الرودست مشهور في محوت في رملة غنيم، أفضل مكان في العالم لرؤيته أيضا موجود في محوت. الديناصورات، طبعا أنا بغيت أشير إلى شيء وأنا كنت متوقع هذا الأمر بسبب أن أستدرج في الحديث كثيرا، يعني ربما ما أغطي جميع الحقب، فسألتزم بالوقت في كل ذاك، وإذا أسعفتني الفرصة في مرة قادمة سنستعرض يعني بقية الشرائح. لكن هذه أحد الرسمات، هذه لأربعة أنواع من الديناصورات مكتشفة بعمان. هذه آكل للحوم يسمى سيروبود، وهذا الثيروبود اللي هو آكل نباتات من أضخم الديناصورات، وهذا الديناصور آكل نباتات صغير، وهذا الديناصور الجديد عثرنا عليه شكله رأسه مثل رأس البطة. وفي الخوض أيضا موجودة مجموعة من التماسيح، حافير التماسيح والسلاحف. هذه عظام ديناصورات كلها عثرنا عليها في خلال الأشهر الماضية موجودة في وادي الخوض. تم تسليم جميع هذه العينات الآن لمتحف التاريخ الطبيعي، إن شاء الله ستعرض في في الأشهر السنوات القادمة يعني. طبعا الوزارة بصدد إنشاء متحف تاريخ طبيعي جديد يناسب حجم التاريخ الطبيعي الموجود في السلطنة، وهو قيد يعني التصميم. إلا عينة واحدة موجودة في هولندا لأنها بصدد البحث، هي عينة جمجمة عثر عليها يوسف السناني اللي هو كان موجود معنا في مجموعة البحث. هي عظمة جمجمة الديناصور خلف يعني، فرسلناها لهولندا ل يعني دراستها.
الديناصور ايضا كان لما ياكل نباتات يبتلع معاه مجموعه من الصخور اللي هي مثل الدجاج اليوم او النعام، لما تلتقط النباتات او الحب من الارض لان ما فيها اسنان فتبتلع معاها، يعني بقصد تبتلع معها حصوات صغيره تضعها في حنجرتها، يعني في حوصله، تقوم ولما يعني تمضغ الطعام تقوم بضرب هذه الحصى مع بعض البعض لتكسير الطعام لانها ما تحتوي على اسنان. فالديناصورات اكلت النباتات كانت تقوم بنفس الامر، حتى ان في بعض هياكل الديناصورات موجوده هذه الحصوات في حواصل الديناصورات. فوجدنا بعض هذه الصخور، كيف تعرفها؟ طبعا تاكد منها شبه مستحيل، يعني ما حد يستطيع يقول 100% هذه احدى هذه الحصوات اللي ابتلعها الديناصور، لكن تستطيع رؤيه خطوط بسيطه جدا تتكون عندما يقوم هذا الديناصور بصفح الحصى ببعضها البعض، فتكون فيه خدوش بسيطه في اتجاهات مختلفه. هذا روث ديناصور. كيف نعرف انه روث ديناصور؟ لان هذه الحصوات تحتوي على نباتات صغيره جدا موجوده فيها، فكان الديناصور يهضمها. نفس الشيء حجمها، حجم الروث من خلال تستطيع تعرف اذا كان هو بالفعل روث او لا. فهذه العينه نستطيع نقول تقريبا نشبه متاكدين منها انها روث ديناصور لان فيها نباتات صغيره، حتى تستطيع تعرف يعني الوجبه الغذائيه اللي اكلها الديناصور من خلال حفير النباتات الصغيره الموجوده داخل الروث روث الديناصور. نفس الشيء نوعيه الصخر يكون فتاته دقيق جدا، يعني مهضوم بطريقه عثرنا. هذا اكتشاف حقيقة علمي يستحق التوثيق، وإن شاء الله نحن نقوم بكتابته حاليا. عثرنا على مجموعة من حافير النخيل، من أقدم حافير النخيل. طبعا النخيل قبل كل شيء هي عائلة من النباتات تستوعب عدد هائل جدا من أنواع النباتات، من ضمنها نخيل التمور والنارجيل وأنواع أخرى كثيرة. هذا حافير تعود إلى 70 مليون سنة، أقدم محفورة لنوع من أنواع النخيل يعود إلى 80 مليون عام، هذه عمرها 70 مليون عام. تعتبر أقدم حافير النخيل موجودة في الجزيرة العربية. كيف نعرف أنها نخيل؟ أن كما ترون هنا الجذور الموجودة هي عبارة عن يعني مباشرة جلبنا مختص من فرنسا مختص بحافير نباتات في هذا العصر، ومباشرة من رأى هذا الحافير اللي عثرنا عليه في الخوض قال أنها حافير لنباتات لأشجار النخيل. عثرنا على جذور أشجار، هذه ربما ما تكون نخلة، نوع آخر. هذه ورقة من ذات العصر حقبة الحياة المتوسطة من ولاية دم الطائيين، هذه ما متأكدين منها لكن في احتمال كبير أنها تكون جذور. هذه جذع نخلة الآن أصبحنا شبه متأكدين من هذا، عثرنا على مجموعة من الجذور في ولاية دم الطائيين. ولاية دم الطائيين تحتوي على نفس صخور وادي الخوض لكن ما فيها عظام ديناصورات، ربما لأن هذه الولاية كانت في تلك الفترة عبارة عن جزيرة ما يعني لم تصل لها الديناصورات، ربما يعني، لكن موجوده فيها نباتات لكن ما فيها عظام ديناصورات ابدا، بحثنا فيها وربما مع الوقت سنعثر على عظام ديناصورات. هذه سن تمساح، هذه فقره تمساح، فك تمساح، كلها موثقه طبعا علميا من ذات العصر، هذه احدث عمرا، هذه احافير سلاحف، احفوره قديمه مع درع سلحفاه او ترس سلحفاه من سيفه، هذه حديثه وهذه قديمه فقط للمقارنه. هذه الحفوره وهذه، فالسلاحف معروف عنها انها ما تطورت عبر العصور بصوره كبيره. هذه اظن السلحفاه ربما تكون احدى زعانف السلاحف من وادي الخوض ايضا. هذا الصوره وصلتنا اليوم. باختصار كنا لما نقوم بعمليات البحث في وادي الخوض كان معنا عالم معروف عالميا من متحف التاريخ الطبيعي في فرنسا، هو بريطاني لكن عايش في فرنسا. فحمل مجموعة من الحافير اللي ما استطعنا تعريفها في ذلك الوقت. فاليوم راسلين لي بالبريد يقول إن استطعنا أن نعرف إحدى هذه الأسنان زين، وهو لهذه السمكة، نوع من أنواع الأسماك ذوات الرئة التي انقرضت في نهاية حقبة الحياة المتوسطة. يعني الرسالة من هنا أن الاكتشاف مستمر. هناك لذلك احنا يعني لمن هو مهتم من أبنائنا ينبغي أن نبقى على تشجيعهم في هذا الفن او هذا العلم، هو علم رائع جدا حقيقه، وهناك عدد هائل انا متاكد من الحافير التي لم تكتشف بعد على ارض السطح.